هل استخدم المصريين القدماء التكنولوجيا المتطورة في مجالات الطاقة والكهرباء والموجات الإلكترونية والأشعة والليزر؟ هل صعدوا للفضاء وصنعوا الأقمار الصناعية والتلسكوبات العملاقة والمركبات الفضائية في حضارات ما قبل التاريخ؟ هل قدرت الحضارات الأولى ومنها حضارة أطلانتس إنها تتوصل لاكتشاف الذرة وصنع السلاح النووي؟ هل سألت نفسك في يوم هل في آثار متبقية من حضارات ما قبل الطوفان؟ هل نفسك تشوف بعض من تلك الآثار اللي حجبوا كتير منها عنك؟ هل تعلم أن هناك كارثتان عالميتان نزلوا بالأرض دمروا كل الآثار اللي كانت موجودة في حضارات ما قبل الطوفان والحضارات اللي ظهرت بعد الطوفان حتى عام 11000 قبل الميلاد، وظلت بعد كده البشرية لمدة 5000 سنة أو 6000 سنة في بدائية مطلقة، إلى أن بدأت تظهر حضارات ما يسمى بالحضارة الفرعونية والسومرية والبابلية والآشورية والحضارات اللي بندرسها في التاريخ. لكن تم تغييب عنك حضارة كانت موجودة على الأرض قبل 11000 عام. كارثتين عالميتين دمروا الحضارات اللي كانت موجودة. الكارثة الأولى كانت في زمن سيدنا نوح وكلنا عارفينها، اللي هي الطوفان العظيم، والكارثة الثانية كانت في عام 11000 قبل الميلاد، ومحت تقريبا أغلب الآثار اللي كانت موجودة أو اتبقت من الحضارة الأولى والحضارة ما بعد الطوفان. هنذكر لكم طبعا الكارثتين كل واحد في ميعاده، لكن اتبقى من الآثار دي واحد في المليون، او خلينا نقول واحد في 10 مليون من اللي كانت موجودة في الحضارات دي قبل التاريخ. اتبقى حاجات بسيطة جدا، الحاجات البسيطة دي قدرت تستولي عليها الدول المتقدمة او زي ما بنقول الدول الاستعمارية في فترة احتلالها للمنطقة العربية خصوصا والشرق الاوسط عموما. قدرت الدول دي ان هي تحط ايديها على الجزء المتبقي من تلك الاثار وعملوا بما يسمى حاليا حضارة القرن العشرين او حضارة القرن الواحد والعشرين ونسبوها لانفسهم. يعني ايه؟ يعني كل تكنولوجيا محيطة بيك دلوقتي من انترنت، كمبيوتر، صواريخ في الفضاء، تلفزيون، موبايل، كل حاجة في ايدك دلوقتي مجرد اكتشافات قديمة لحضارة ما قبل التاريخ. مش مصدق؟ طب خلينا نشوف الحلقة النهاردة ونشوف ايه التكنولوجيا اللي اتبقت لنا او بعض الاثار اللي قدرنا نكتشفها او قدرنا نتحصل عليها بعد التعتيم الكامل اللي قامت بيه الدول الكبرى او الدول الغربية علشان تثبت ان هي صاحبة الحضارة الحالية وان ما فيش اي حد من الحضارات القديمة ليه فضل عليه. بس قبل ما نذكر لكم الحاجات دي او الاثار دي، هنذكر لكم اراء بعض العلماء الكبار اللي قدروا يبوحوا ويتكلموا في ظل التعتيم الكامل اللي بتفرضه عليهم السلطات في الدول الأجنبية أو الدول الغربية. يا ترى قالوا إيه العلماء دول؟ أولهم طبعا العالم اسمه جاك بيرجي، عمل كتاب سماه المستحيلات الممكنة، قدم فيه 3 احتمالات لتفسير التكنولوجيا الغريبة اللي لقوها في كل مكان في العالم، واللي طبعا بتتنافى مع الاختراع اللي هم اخترعوه علماء الآثار والسياسيين في العالم من ان الحضارة الاولى كانت حضارة بدائية. قال ايه؟ قال ان اكيد الصحراء، طبعا سمى العلماء ما قبل التاريخ بصحراء لان طبعا التكنولوجيا يا جماعة والحاجات اللي اكتشفناها تفوق حتى الحضارة اللي موجودة حاليا على الارض بعدة مراحل. قال ان هما اما كانوا صحراء وكهنة قدروا يتوصلوا للعلوم دي عن طريق الصدفة، يعني لقوها من حضارات سابقة عليهم، او ان السحر في الماضي كان بيخلي الساحر او الكاهن يتوصل لعلوم بطريقة معينة عن طريق الجن او عن طريق اي وسيلة بتخليه يوصل لعلوم وانجازات علمية مستحيلة في عصرنا الحالي، او ان السحر كان بيعتمد على معارف قديمة وثقافات عالية اندثرت، وان لمحات التطور التكنولوجي اللي بنجدها حاليا كانوا بيسموها سحر علشان يخدعوا الناس ليهم ولملكوتهم. يعني ايه الكلام ده؟ العالم جاك بيرجي قال ان اكيد ان السحرة زي ما بنقول كده في العصر الفرعوني. في نقطة بس عاوز افهمها لكم وتركزوا فيها جدا 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 علشان بتعمل لخبطة عند اغلب الناس وما كانتش جميع الناس. السحرة، سمعنا عن سحرة فرعون، سمعنا عن السحرة في الحضارة الفرعونية والسومرية والاشورية والحضارات القديمة، دول يا جماعة ما كانوش صحراء زي بالظبط في زماننا ده. في زماننا ده العلماء، مش علماء، كلها اكتشافات لحضارات قديمة. يعني ايه؟ لما كانوا بيقدروا يتوصلوا في العصور السابقة، طبعا العصور السابقة من بداية الحضارة الفرعونية وقبلها الحضارة الاشورية في العراق، الناس دي يا جماعة قدرت تلاقي بعض يعني شرذمات من الحضارات السابقة، طبعا حضارات متطورة زي ما ذكرنا في الحلقات السابقة، لان كان معاهم علوم سيدنا ادم وشيس وادريس عليهم السلام. حضارة مهولة، حضارة لم يسبق ولن يأتي مثلها في التاريخ إلا قبل نهاية الزمان بفترة بسيطة، هتتعاد نفس الحضارة تاني لكن هتقوم عليها القيامة وهتكون الكارثة التالتة اللي هتحل بالأرض. طيب
الحضارة اللي قبل التاريخ دي بالتطور الرهيب ده، بعض من الآثار اللي اتبقت منها، خصوصا الآثار اللي اتحفظت في الأهرامات واللي اتحفظت في تحت الأرض أو اللي قدرت تنجو من الكوارث العظيمة دي، اللي اكتشفها من الكهنة أو ما يسمى بالكهنة في العصور القديمة، بدل ما يقولوا إن دي علوم وإحنا اكتشفناها في العصور السابقة، نسبوها لأنفسهم وأنكروا إنها علوم أساسا. قالوا للبشر ان دي سحر، ان ده احنا دي حاجات، لان احنا خدام للالهه، زي طبعا ما كانوا بيؤمنوا، فالالهه كانت راضيه عننا فادتنا العلوم والتكنولوجيا المتطوره دي. فطبعا لما كانت الناس بتشوف، الناس من العامه طبعا بتشوف القدرات الخارقه دي للكهنه، ما كانوش قادرين يتخيلوا انها علوم الخيمياء او علوم متطوره قدروا يكتشفوها من عصور سابقه. كانت الناس للاسف الشديد بتخضع لهؤلاء الكهنه، وكانت زي ما بنقول كده على حطه ايدهم، يقولوا لهم اعبدوا كذا يعبدوه، الاله كذا يعبدوه، نظرا لان الكهنه تمتعوا بسلطان رهيب جدا في اوساط العامه من الناس، لان الكهنه كانوا بيمتلكوا زي ما قلت لكم العلوم دي واخفوها عن الناس، او كانوا بيقصروا هذا العلم في طبقه محدده جدا 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 من الكهنه او كبار رجال الدوله، فكانوا بيخدعوا الناس بهذه الطريقه عن طريق ان هم يفهموهم انه ده سحر وان الالهه هي اللي تكرمت عليهم بهذا السحر. في العصر الحديث نفس القصه، اغلب العلوم والتكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي بترجع لعصور سابقه، لعصور ما قبل التاريخ، لكنهم نسبوها لانفسهم وقالوا ان علمائهم في القرون ال 18 وال 19 توصلوا اليها واخترعوها من انفسهم واكتشفوها بانفسهم. ولا نثبت لكم على مدار الحلقات في السلسلة ان كل ده كلام فارغ، وهنرجع لكم كل علم نسبه الغرب لنفسه ازاي ان ليه اصول في الحضارات القديمة وحضارات ما قبل التاريخ. فالعالم بيرجي اراد هنا يوضح ان هو مش لاقي تفسير للي بيحصل ده، فبدأ يقول ان اكيد الحضارات دي، ان الكهنة دول لقوا اثار الحضارات دي بالصدفة او عن طريق العلم او عن طريق قوة خارقة زي الجن مثلا، او قوة خارقة للطبيعة قدرت توصل لهم جزء من العلوم دي، لانه ما قدرش يلاقي تفسير للتكنولوجيا الرهيبة اللي لا تتناسب تماما مع الادعاء ان هم بيقولوا ان البشرية كانت بدائية. نيجي لعالم تاني وهو الاب مورو، قال اذا استدعينا كل العلوم التي تكاملت لدينا بعد جهود مضنية ومتصلة عبر القرون، وبعد ان تحسنت بالطراد نتيجة لتقدم وسائل الرصد والملاحظة واكتمال طرق البحث والاختبار، سنجد في النهاية ان نتائجنا النهائية قد توصل اليها المصريون القدماء منذ اكثر من 4000 عام. بعد كل ذلك ليس في وسعنا الا ان نقر بان المصريين القدماء كانوا على قسط وافر من العلم والدراية بحقائق ثابتة، وكان علماؤهم أو كهنتهم يحتفظون بها كأسرار غامضة، وقد وضعوها داخل الهرم الأكبر في قالب رقمي لكي تنكشف يوما للأبصار، لتقدم الحلول الصائبة للمسائل التي حيرت البشرية أجيالا وأجيالا. طبعا الأب مورو هنا بعد الاكتشافات قدر يطلع على بعض الاكتشافات المذهلة اللي وجدوها من الحضارات السابقة، قال ملهاش تفسير يا جماعة غير ان المصريين القدماء يقصد بهم ملوك ما يسمى بالعصر الفرعوني. طبعا مش حاجة اسمها عصر فرعوني، بس الفترة الزمنية دي بسبب محركات البحث هنضطر نطلق عليها العصر الفرعوني. قال ان الكهنة او العلماء في الزمن ده قدروا يتوصلوا لبعض العلوم القديمة، المصريين القدماء قدماء جدا قدروا يكتشفوا العلوم دي وقدروا ان هم يستخدموها وقدروا ان هم يعملوا بيها معجزات كتيرة جدا وصلت لنا لحد دلوقتي. أما بالنسبة للعالم الفلك الشهير بيادز سميث، قال إن الأسرار الرياضية والهندسية والفلكية الموضعة في الهرم الأكبر والتي تم الكشف عنها في القرن العشرين، إما أن يكون بنات هذا الأثر الذي لا مثيل له قد برزوا في العلوم إلى درجة تعادل ما نحن عليه الآن، أو أنهم كانوا حراسا على تراث علمي يرجع إلى العصور الأولى قبل التاريخ، وأرادوا أن يدونوا على الحجر معلومات أودعت عقل الإنسان بطريق الوحي والإلهام. ورأى عالم آخر اسمه توم بيكنس أن الدراسة الدقيقة للمخطوطات الهيروغليفية والجداول الرياضية للبابليين والسومريين تدل على ازدهار حضارة علمية متطورة في الشرق الأوسط قبل ميلاد المسيح ب3000 سنة على الأقل، وأن كل الإنجازات العلمية التي نادى بها فيثاغورس وراتيوسيتنيس وهيباركوس وغيرهم من الإغريق لم تكن أكثر من التقاط لجزايا العلم التي خلفتها حضارات العالم القديم، وأن بعض الآثار القليلة لهذه المعارف هي التي وصلت إلى علماء الإغريق المعروفين، وهي التي قام مجدهم العلمي على أساس. أما بالنسبة للدكتور ليفييك
استكشيني أخصائي علوم المقاسات والكميات وأستاذ التاريخ القديم بكلية ويليام باترسون سابقا، استطاع أن هو يبرهن من خلال دراساته على الهرم الأكبر أن قدماء المصريين تمكنوا من قياس خطوط الطول والعرض للأرض بغاية الدقة، وحسبوا محيط الأرض بالضبط، كما عرفوا طول دولتهم إلى أقرب قدم، وكذلك الإحداثيات الجغرافية لجميع النقط العظمى في مملكتهم، واستطاعوا القيام بأرصاد فلكية بنفس دقة التلسكوب الحالي. أما بالنسبة للعالم بيل شول وإيد بيتت، قالوا في كتابهم سر قوة الهرم الأكبر، طرحوا مجموعة من التساؤلات التي تؤكد في النهاية تقدم المصريين القدماء على الحضارة الحالية، وتساءلت لماذا لا نستطيع أن نقطع الحجر أو نسكبه أو نضبط وضعه بنفس دقة أسلافنا الذين استطاعوا ضبط وضع كتلة الحجر الجيري والجرانيت للهرم الأكبر بدقة لا يستطيعها الآن سوى علماء البصريات. لماذا مع كل أجهزة التشييد الضخمة الثقيلة التي في أيدينا الآن لا نستطيع تحريك كتل الأحجار الضخمة التي بني منها الهرم والتي يزن بعضها 70 طن؟ ولماذا نفاضل حساباتنا أحيانا لكي نتعادل مع حسابات الأقدمين في قياس الأرض وحركة الكواكب والأجرام السماوية؟ وقالوا في النهاية أن الدليل أو الدلائل كلها بتشير إلى وجود مدنية تسبقنا فوق الأرض لوقت غابر ما في ظلال ما قبل التاريخ، وأن تلك المدنية والمعرفة فقدت بطريقة ما. أما بالنسبة للعلماء العرب فالعالم أمين سلافة قال عرف العلماء في شتى أنحاء الأرض أن قدماء المصريين عرفوا من علوم الفلك والرياضيات والكون ما لم يصل إليه الإنسان حتى الآن، كما عرف قدماء المصريين الشمال الحقيقي بصورة أدق من علماء أوائل القرن العشرين رغم ما كانوا يمتلكون من أدوات وأجهزة حديثة ودقيقة. بالنسبة للعالم الفرنسي المشهور جوستاف لوبون قال كان الناس منذ سنين قليلة يظنون أن اليونانيين هم أصل العلم والحضارة، وأن علومهم وفنونهم وأدبهم من مستنبطاتهم، وأنهم غير مدينين بشيء لمن سبقهم من الحضارات. ثم جاءت نتائج التنقيبات الأثرية في مصر ووادي الرافدين والهند والصين وغيرهم فغيرت هذا المفهوم تغييرا جذريا، واقتنع المؤرخون أن الشرق القديم هو منبع العلم والحضارة، ففي الوقت الذي كان فيه اليونانيين الأقدمين جهل برابرة يسكنون الكهوف كانت الإمبراطوريات الزاهرة قائمة على ضفاف النيل وفي وادي الرافدين، وقد نقل الفينيقيين إلى اليونانيين منتجات الفنون والصناعة المصرية والآشورية، وبقى اليونانيون ظهرا طويلا يقلدونها تقليدا قليل الإحكام، وأن اليونانيين يدينون بالفضل في ازدهار حضارتهم وعلومهم وفنونهم وأنظمتهم ومعتقداتهم إلى من سبقوهم من أمم الشرق. أما الدكتور راجع عنايت قال في كتابه أحلام اليوم حقائق الغد إلى أن البحوث التي تجري بلا تعصب وبتسامح فكري حول الحضارات التي قامت في أزمان بعيدة تؤكد تمتع هذه الحضارات بمعارف وعلوم ما زال علمنا يجهلها أو يعجز عن تقديم تفسير معقول له. برضو العالم الفلكي البريطاني بروكتور قال أن مختلف علوم المصريين القدماء كانت تركز على علم الفلك وأسراره، وأن ما يطلق عليه كلمة السحر من خوارق ومعجزات ما هي إلا نظريات علمية بحتة ترتبط بالظواهر المقدسة المرتبطة بعلوم الحياة. بالنسبة للعالم سيد كريم عالم المصريات قال في كتابه لغز الهرم الأكبر أن السحر عند المصريين القدماء هو العلم، وأنهم سيطروا بسحرهم هذا على القوى الكونية واستغلوا طاقاتها الإشعاعية والذبذبية وأجروا عمليات جراحية بالمخ دقيقة جدا لا يمكن إجراها بدون الاستعانة بأجهزة إلكترونية متطورة، واستخدموا الأشعة الخضراء في التحنيط كما استخدموا الليزر في صقب وصقل الأحجار والتماثيل وفي الطب والتحنيط، واعتمدوا في رصد النجوم والكواكب على وسائل علمية وتكنولوجية تزيد فعالية عما وصلنا إليه اليوم من وسائل، وكانوا يرفعون أحجار الأهرام والمعابد بالتحكم في قوى الجاذبية، وعرفوا الطاقة الذرية واليورانيوم المشع وكانوا يسمونه بياخو. أما عالم المصريات تيلور قال بعد الدراسات التي أجراها على الأثار والمكتشفات الفرعونية في الهرم الأكبر أن علوم الرياضيات والهندسة والعلوم الأخرى التي تجمعت لتبني الهرم الأكبر تؤكد علاقتها وارتباطها وانتمائها إلى معرفة سماوية فوق مستوى البشر. ده طبعا اللي بيأكد الكلام اللي قلناه إن دي علوم نزلت من السماء على سيدنا آدم وسيدنا شيس وسيدنا إدريس عليهم السلام، وإن دي علوم خارقة وإن إحنا ما نكتشفناش منها غير جزء بسيط جدا. أما الدكتور سويد نيرون قال في كتابه كهنة مصر وأسرار المعرفة أنه ليس هناك من ينكر فضل مصر على حضارات العالم القديم والجديد في جميع نواحي ومقوماتها العقائدية والفلسفية والعلمية والاجتماعية، كما لا يمكن إنكار فضل الحضارة الفرعونية على الحضارة الحالية التي تعتبر امتداد لتلك الحضارة المصرية القديمة. أما بالنسبة للمؤرخ الكبير سينيكا قال إن كهنة عين شمس كانوا أول من اكتشف العلاقة بين الفيضان ونجم الشعر اليمني وأطلقوا عليه اسم
سوتيس. أما المؤرخ الإسلامي الكبير المسعودي ذكر في أخبار الزمان أن كهنة المصريين القدماء رصدوا الكواكب والنجوم فعلموا منها أسرار الطبيعة من أشعة وموجات مغناطيسية وكهربائية، وصنعوا لها الطلسمات وهي أجهزة إرسال واستقبال الموجات اللاسلكية والراديوية والإشعاعية، واخترعوا الأشكال الناطقة وصوروا الصور المتحركة وصنعوا الشاشات السينمائية التي تظهر عليها تلك الصور المتحركة والناطقة، وبنوا العالي من البنيان وكتبوا علومهم في الطب وغيرها على الحجارة، وانفردوا بعمل البرابي وهي منظومات عسكرية متكاملة تضم أجهزة إرسال واستقبال راديوي وتدمير إشعاع عن بعد وأقمار صناعية، وصنعوا طلسمات وأجهزة موجية وإشعاعية وإلكترونية منعوا بها الأعداء عن بلادهم. أما في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين كتب العالم رينييه تيفنان سلسلة من الأبحاث أعلن من خلالها أن جيلا من البشر المتفوقين وأطلق عليهم اسم السوبرمان عاشوا على هذه الأرض منذ حوالي 20,000 سنة وأكثر، وكانوا ذا حضارة راقية وعلوم سامية، وتدل القرائن على أن هذا الجيل كان يعرف الكثير من أسرار الكون والطبيعة وعلوم الفلك والتنجيم وغيرها، وكان لديهم اختراعات وابتكارات كثيرة لا تقل عن هذا العصر شأنا، ولكن هذا الجيل زال ومعه علومه نتيجة لنكبة طبيعية حلت به. طبعا يقصد الكارثتين اللي احنا هنذكرهم لكم في فيديوهات قادمة بإذن الله. وقد ورث القدماء بعض العلوم والأسرار من هذا الجيل السوبرمان المتفوق، ثم مزجت علومهم هذه ببعض الخرافات، وعلى أي حال فإن ما ورثوه كان الأساس العلمي الذي قامت عليه الحضارة الفرعونية ذات الأسرار العظيمة. طبعا دي بعض أقوال العلماء اللي قدروا يخرجوا خارج عباءة النظام العالمي وقدروا يصرحوا بالتصريحات اللي بتأكد الكلام اللي احنا بنقوله لكم في الفيديوهات السابقة والفيديو الحالي والفيديوهات القادمة من ان كان في حضارة متطورة لبشر خارقين عمالقة أصحاب علوم رهيبة علوم سماوية قدروا يعملوا حضارة متطورة جدا جدا جدا، قدروا يصنعوا عجائب أكبر بكتير من عجائب الدنيا السبع اللي احنا بنقولها في زماننا ده، لكن طبعا أحداث الأهرامات اللي ما زال باقيا وكان أحد عجائب العالم القديم قدروا يصنعوا تكنولوجيا متطورة نعجز حتى عن تفسيرها، مش صنع مثلها عن تفسيرها، وإن الحضارة اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي والتطور الرهيب اللي احنا شايفينه في كل مناحي الحياة ما هو إلا جزء بسيط جدا 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 من اللي اتبقى من حضارة أجدادنا. طبعا يا جماعة كل الأسرار شاملة كاملة موجودة في الهرم الأكبر أو أسفل الهرم الأكبر، وهتظهر في يوم من الأيام زي ما ذكرنا لكم الرسالة اللي تركها سوريد بين الهرم الأكبر واللي قال فيها معاد دقيق جدا لانهيار الهرم الاكبر، وازاي ان الهرم الاكبر ده يوم ما هيتساقط او هيقع في تاريخ محدد هو حدده. طبعا العلماء حاولوا يفسروا كتير التاريخ ده هينتهي امتى لكن ما قدروش، لكن هو حدد التاريخ بدقة في الرسالة اللي احنا ذكرناها لكم في فيديو سابق، ياريت تراجعوا بقية السلسلة عشان تقدروا تتواصلوا مع الباقي وتكتمل عندكم الصورة. ذكر ان الهرم الاكبر في يوم من الايام سيسقط وستظهر تلك العلوم، وهتقوم حضارة تانية مماثلة للحضارة اللي هو أقامها هو وأبنائه وأجداده وهي حضارة أطلانتس، وطبعا يا جماعة هتكون مصيرها نفس مصير حضارة أطلانتس لكن المرة دي مش هيكون في سفينة نوح وهتكون نهاية البشرية تماما ويوم القيامة. ونذكر لكم الكلام ده بالدليل المؤكد من القرآن والسنة والكتب والآثار في حلقة قادمة بإذن الله، لكن خلونا دلوقتي نذكر لكم بعض الأسرار اللي تركوها أجدادنا العظماء ما قبل التاريخ. حضارة أطلانتس المصرية اللي شملت العالم كله بعد كده واستمرت من أول عصر سيدنا آدم أو تحديدا من عصر بقراويس إلى الطوفان العظيم. أول حاجة معانا العثور على مولدات كهربائية بغرب العراق يرجع تاريخها إلى سنة 250 قبل الميلاد. في عام 1936 اكتشف الدكتور ويلهام كوينج الذي كان يعمل بالمتحف القومي ببغداد بمنطقة ربوة خوجة الواقعة غرب العراق، اكتشف أواني فخارية يصل الواحد منها لطول 6 بوصات وبقطر يبلغ حوالي 3 بوصات، وكانت كل آنية تحتوي على اسطوانة نحاسية بها شرائط من الحديد معزولة عن بعضها بالكار، الكار ده اللي هو الايه البلاك البترولية، وعصر في قاع كل آنية على مادة كبريتات النحاس، ويعود أقدم هذه الآنية إلى عام 250 قبل الميلاد، ده على حسب تفسيرهم طبعا، وأحدثها يرجع تاريخه لحوالي عام 650 ميلادية، وعصر في نفس الموقع على بعض الأدوات المطلية بالذهب، وهو ما يشير إلى استخدام هذه الآنية كبطاريات كهربائية لتوليد تيار كهربي يستخدم في طلاء المعادن بماء الذهب. ولكي يتأكد العلماء من هذه الحقيقة قاموا بإضافة الماء إلى هذه الأواني فتولد فعلا تيار كهربائي يكفي لعملية الجلفنة وطلاء المعادن بالذهب والفضة. طبعا الاكتشاف ده بيسبق اكتشاف العالم جلفاني
وبيؤكد ان هو ليس اول من اخترع الجلفنه كما يدعي سنه 1791، وان العالم بونتاليس ليس اول من اخترع البطاريه عام 1800 كما ادعى او كما هو مشاع الان. فعمليه جلفنه المعادن واستخدام المولدات او البطاريات الكهربائيه في طلائها معروفه منذ القدم، وطبعا في حاجات كتير جدا هنكشف عنها من صور قدامكم هتشوفوها عن ان كان في حاجات كتير متجلفنه اثار اكتشفناها تعود لما قبل التاريخ. بالقرب من طشقند عثر على اوعيه فخاريه محكمه الاغلاق ومختومه بنوع من اللدائن البلاستيك، وفي قاع كل منها نقطه كبيره من الزئبق. حتى الان العلماء لم يعرفوا لماذا تم صنع هذه الاوعيه الفخاريه ولماذا وضعت فيها تلك النقطه الكبيره من الزئبق. علق العالم بيكاردي على هذه الاوعيه وقال بانها لو كانت مصنوعه من الزجاج لاستنتجنا انها جهاز لتوليد الكهرباء الاستاتيكيه او انها مصباح نيون، لان رج الزئبق داخل الزجاج يولد موجات كهرومغناطيسيه منخفضه التردد تكون من القوة بحيث تصلح لإشعال مصباح نيون، لكن هذا الأمر لا ينفع مع آنية من الفخار، مما يدل على أن هذه الأوعية لها استخدامات أخرى ما زالت مجهولة لنا. طبعًا اكتشاف زي دوت هو اكتشاف حاجة ممكن تراها حاجة بسيطة، لكن اكتشاف زي ده بيؤكد أو بينكر أو ينفي تمامًا الكلام اللي بيقوله علماء الغرب، زي العلماء اللي قالوا إن هم اللي اخترعوا الجلفنة والعالم اللي قال إن هو اخترع البطارية زي ما ذكرنا لكم، كل ده كذب. لان هم الآنية دي بتؤكد ان الحضارة السابقة ما قبل الميلاد اللي هي حضارة الفراعنة والاشوريين او البابليين حاولت تحاكي حضارة سابقة ليها في انتاج الكهرباء وفي الجلفنة وحاجات تانية كمان احنا مش عارفين هم كانوا عايزين منها ايه، يعني احنا نفسنا عجزنا عن تفسير الحاجات دي كانوا بيستخدموها في ايه او كانوا عايزين يعملوا منها ايه. وطبعا مش هم اصحاب الحضارة او اصحاب الاختراع، ده الحضارة اللي هي قبل الميلاد اللي هي الفرعونية والحضارة الاشورية والبابلية حاولوا يعملوا محاكاة لاكتشافات أثرية قبل التاريخ ويستفادوا منها، وبس دي الحاجات دي أكدت لنا إن هم أصحاب أو العلماء الحاليين في زماننا ده كذابين. تاني اكتشاف قناع رأس توت عنخ آمون الذهبي، وهو أحد الألغاز اللي حيرت العلماء، حيث يظهر القناع بأكمله وكأنه صنع من قطعة واحدة من الذهب، وهناك شبه استحالة أن يكون مصنوع من قطعة واحدة من الذهب، لذلك أكد العلماء أنه لابد وأن يكون مصنوع من عدة قطع تم لحمها ببعضها البعض. وبسبب عدم اكتشاف اي اثار للحامات ظل العلماء مندهشين، حتى قام بعض المتخصصين بتصويره وتعريضه لمجموعه من اجهزه الكشف الاشعاعي. ظهرت لحامات دقيقه جدا 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 لا تنتج الا باستخدام اشعه الليزر في عصرنا الحديث، لذلك اكد البعض ان هذا القناع تم لحامه باشعه الليزر في الغالب. قناع توت عنخ امون الاسطوري بيؤكد بنسبة 1000000% ان العصر الفرعوني استخدم اشعة الليزر، وطبعا اشعة الليزر اللي استخدموها كانت من حضارة سابقة عليهم، حضارة ما قبل التاريخ، لان الحضارة الفرعونية يا جماعة كل العلماء بيأكدوا ان كل انها ظهرت فجأة، كل الاكتشافات اللي فيها كانت فجأة، مفيش تطور طبيعي، لان كان قبلها في بدائية، قبل الحضارة الفرعونية كان العصر بدائي، لان زي ما قلنا فضلت البشريه بسبب الكارثه الثانيه العظمى اللي حلت على البشريه سنه 11000 قبل الميلاد، فضلت البشريه 6000 سنه بدائيه عايشين في كهوف بدائيه لان اتمحت من على وش الارض. من الحضاره البدائيه دي فجاه ظهرت الحضاره الفرعونيه والبابليه والاشوريه لما بدات تظهر اكتشافات للاثار لاثار حضاره ما قبل التاريخ، عشان كده الفراعنه استخدموها، لم يخترعوها او يكتشفوها، لان العلم هنا منقطع، العلم منقطع، مفيش حاجه قبلهم تؤكد ان هم توصلوا اليها بالتدريج. الاكتشاف الثالث معانا هو العثور على عقد فرعوني من خرز الكريستال كانت حباته مسكوبة بأشعة الليزر. احد الخبراء السويسريين اكتشف ان العقد اللي كان بيغطي صدر مومياء احدى اميرات الدولة المصرية القديمة كان مصنوع من نسيج دقيق من حبات خرز الكريستال الطبيعي الدقيق الحجم، وان تم سكب حبات الخرز دي لتعقد باسلاك رفيعة من الذهب لا يزيد قطر الثقوب المماثلة تماما بها عن جزء من المليمتر، يعني احنا بنتكلم في تكنولوجيا استخدمت النانومتر اللي احنا لسه مكتشفينها من عدة سنوات، وهما اللي يمكن تنفيذه وتحقيقه علميا الا باستخدام الليزر، وهو ما حدا بهذا الخبير الى التصريح بان قدماء المصريين قد عرفوا اشعه الليزر كما قال الدكتور سيد قريب في كتابه، لان الدكتور سيد قريب قال ان المصريين القدماء قد تمكنوا من استخدام اشعه الليزر في الطب والتحنيط وصقل التماثيل الجرانيتيه
وغيرها من أحجار الديوريت والجرانيت الأسود، والتي تحتفظ بمعادنها رغم تعرضها لمختلف العوامل الجوية عبر آلاف السنين. أشار الدكتور سيد كريم برضو أن هو خلص من خلال دراساته للبرديات الفرعونية والآثار المصرية إلى أن قدماء المصريين عرفوا مختلف أنواع الطاقة وتمكنوا من السيطرة عليها جميعا، ونسبوا نتائج تجاربهم وأبحاثهم إلى أعمال السحر، كما أنهم عرفوا الطاقة الذرية عندما اكتشفوا مناجم اليورانيوم في جبال البحر الأحمر بالقرب من مناجم الذهب الفرعونية، وأطلقوا على اليورانيوم اسم باياخو أي المعدن المشع. وقد كشفت الأقمار الصناعية الحديثة هذه المناجم في نفس المواقع التي حددها قدماء المصريين في خرائطهم الخاصة بمناجم الذهب واليورانيوم. وأكد أحد كبار الجراحين الألمان أن المصريين القدماء استخدموا الليزر وغيره من أنواع الأشعة في الكشف والعلاج، خاصة في عمليات الجراحة الدقيقة كعمليات جراحة المخ التي كشفت عنها بعض المومياوات الفرعونية، والتي لا يختلف بعضها عن أحدث وأدق العمليات التي توصل إليها فن الجراحة الحديث. الكام اكتشاف دول بيأكدوا ان المصريين القدماء اكتشفوا الليزر واستخدموه بمنتهى البساطة، واكتشفوا اليورانيوم برضو واستخدموه بمنتهى البساطة. هتقول لي اليورانيوم هو مجرد ان هم اكتشفوا مناجم لليورانيوم، ده معناه ان هم استخدموه؟ طب تعال شوف الاكتشاف اللي احنا هنسمعه دلوقتي. رابع اكتشاف هنقوله في الحلقة هو العثور على رمال معالجة ذريا وإشعاعيا بالممر المؤدي لغرفة الملكة بالهرم الأكبر. في عام 1986 عثر بالممر المؤدي لغرفة الملكة بهرم خوفو بالهرم الأكبر على كمية من الرمال، أخذوا عينة منها وحللوها في المعمل، فظهرت نتائج إعجازية بتقول إن الرمال دي بتحتوي على نسبة من المعادن الثقيلة بعضها مشع تصل نسبة الإشعاع فيها ل 707%، مما يشير إلى أن هذه الرمال تم معالجتها ذريا أو إشعاعيا بعمليات فصل دقيق قبل أن يتم وضعها داخل ممر في الهرم الأكبر. هذا الأمر دعا العالم الذري لويس بالجاريني إلى القول بأن قدماء المصريين فهموا قوانين التحلل الذري، وأن اليورانيوم كان من العناصر المعروفة لدى كهنتهم وحكمائهم. من المعروف أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون هذه الرمال المشعة وغيرها من المواد في حماية مقابرهم وأماكنهم المقدسة لحمايتها من سطو اللصوص والغرباء، وهي أحد العوامل المسببة للمصطلحة بتعريفه بلعنة المصريين القدماء أو لعنة الفراعنة، التي تؤدي إلى الموت البطيء أو المفاجئ لمن يقتحمون مقابر المصريين القدماء وأماكنهم المقدسة، لأنها ببساطة محصنة بأنواع من المواد المشعة التي تسبب التسمم الإشعاعي، وهي أحد أنواع الأسلحة البيولوجية والجرثومية التي استخدمها القدماء ما قبل التاريخ. يعني ببساطة ما يطلق عليه لعنة الفراعنة، طبعا هم علماء الغرب استخدموا المصطلحات دي والألفاظ دي علشان يحاولوا أنهم يفهمونا او يتوهونا، علشان بقى ما نقولش ان قدماء المصريين كانوا عباقره وعندهم علوم وان هم سرقوا مننا العلوم دي ونطالبهم بيها، فعلشان يتوهونا قالوا لنا يا خبر ده لعنه فرعنه، رغم ان الغرب ده نفسه لا يؤمن باللعنه ولا يؤمن بالجن ولا يؤمن بالكلام ده كله، لكن لما يجوا هم يكلمونا بالصيغه اللي احنا بنتخيلها او بنقدر نفهمها علشان يتوهونا مش اكتر. لما تيجي تقول لهم انت بتؤمنوا بحاجه اسمها لعنه او جن او الكلام ده، اقول لك لا 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 نؤمن. طب انت بتقول لنا ليه، بتفسر لنا ليه ان الاكتشاف اللي انت اكتشفته ده اسمه لعنة فراعنة اذا كنت انت لا تؤمن بيه؟ ليه فسرت لي ان هو لعنة فراعنة؟ لانهم من منتهى البساطة عايزين يخفوا عنك العلوم دي كلها. طيب الاكتشاف الخامس، اكتشفوا احجار بالمعبد الجنائزي لهرم سقارة تشع موجات كهرومغناطيسية شافية، واكتشفوا اخرى تطلق اشعة سامة قاتلة في منطقة سقارة بالجيزة. وفي هرم سقارة تحديدا وجدوا حجرات بها احجار تشع موجات كهرومغناطيسيه كانت بتشفي الامراض، واكتشفوا ان في احجار اخرى بتطلق موجات اللون الاخضر السالب القاتل. الدكتور سمير يحيى الجمل قال ان قدماء المصريين عرفوا اشعه اللون الاخضر السالب واستخدموا هذه الاشعه في كافه اعمالهم السحريه، وذكر ان هذه الاشعه تنطلق ايضا من قاعده الهرم الاكبر طبقا للنتائج التي اظهرتها اجهزه القياس الاشعاعي، والمح ان هذه الاشعه موجوده في كافه المضادات الحيويه. تخيلوا بقى اكتشاف مذهل زي ده، وبيرفضوا ان هم ياكدوا لنا ان كل العلوم اللي عندهم اكتشفوها من الحضاره القديمه، بينكروا رغم انهم اكتشفوا يعني بمنتهى البساطة احجار قدامه مهيب تطلق اشعة خضراء سالبة واكتشفوا حاجات كتير، رغم كده برضو بينكروا علينا ومش عايزين ينسبوا الفضل لينا في كل حاجة هم موجودين فيها دلوقتي. نيجي لسادس حاجة، اكتشفوا ان جثث الموتى محنطة بشحنات من الاشعة الخضراء. بعض الخبراء المصريين تمكنوا من تسجيل اشعاعات نووية كانت صادرة من بعض المومياوات، وده بالصدفة أثناء مرورهم بجهاز قياس الأشعة بقاعة المومياوات بالمتحف المصري. طبعا كان حدث غريب. تبين للعلماء أن قدماء المصريين كانوا يشحنون جثث الموتى عند طحنتها بشحنات من أشعة خضراء لحفظها من التحلل وقتل البكتيريا التي تعمل على سرعة تحللها بالصدفة،
بالصدفة البحتة وهم شايلين أجهزة تحليل الأشعة. طبعا لازم الموضوع ده يحصل، في ناس هيقول لي ايه اللي خلاهم يدخلوا بالأجهزة دي بالصدفة في المعمل او في المتحف، هقول له بمنتهى البساطة ان الأجهزة دي لازم كل فترة تمر حتى في الشوارع العادية عشان يقيسوا نسب الإشعاع في الجو علشان ما يحصلش خطورة على الناس. ما تضمنش برضو الدولة جنبك تكون بتعمل بتصنع نووي، دولة في الغرب في الشرق يحصل عندها تسرب إشعاعي، فلازم كل فترة كده يعملوا قياسات لبعض الأماكن وخصوصا الأماكن المهمة زي المتحف المصري اللي بيبقى فيه سياح كتير. اكتشفوا بالصدفة إن جثث المومياوات دي مشحونة بشحنات ذرية، اكتشفوا إن الجثث دي مشحونة وإن هي مش زي ما هما بيقولوا لنا جثث ميتة وخلاص. طيب نشوف الاكتشاف السابع، اكتشفوا إن موقع الهرم الأكبر يؤكد أن بناته عرفوا سرعة الضوء وحسبوا انحراف الضوء داخل الغلاف الجوي بدقة. لاحظ العلماء إن الهرم الأكبر يقع عند نقطة تقاطع الطول 30 درجة مع خط العرض 30 درجة بانحراف بسيط جدا قدره دقيقة واحدة و51 ثانية عن خط الطول 30 درجة، ودي بقى هنا المعجزة. كما لاحظوا أن قمة الهرم الأكبر تشير للقطب السماوي ولكنها تنحرف بمقدار دقيقة واحدة وخمسون ثانية أو 51 ثانية. من المذهل أن هذا الانحراف لم يأتي بطريق الصدفة أو الخطأ، فهو يعادل بدقة نسبة انحراف الضوء وهو ينساب من الفضاء ويخترق الغلاف الجوي للوصول إلى الأرض، لأن نسبة انحراف الضوء الصادر من النجوم داخل الغلاف الجوي هي 1 دقيقة 51 ثانية بالظبط. معجزة، معجزة بكل معنى الكلمة. ومن المعروف أن الهرم الأكبر كان يستخدم كمرصد لرصد النجوم والكواكب، كما أثبت ذلك الكثير من الأبحاث والدراسات واللي هنعمل لكم فيديو تفصيلي عنها في يوم من الأيام قريب جدا بإذن الله. ووضع الهرم كمرصد فلكي في هذا الموقع الجغرافي من الأرض بحيث تشير قمته الى موقع القطب السماوي بانحراف زي ما قلنا قدره دقيقة 51 ثانية، ودي نسبة انحراف الضوء داخل الغلاف الجوي للارض. طبعا نسبة انحراف الضوء دي تخليك ترصد الكواكب والنجوم بدقة متناهية الاعجاز، دقة متناهية. لو ما كانوش قدر القدماء المصريين يتوصلوا للنقطة دي كان فكرة ان انت ترصد الفلك والنجوم، وانا قلت لكم قبل كده في حلقة سابقة هرجع اكد عليكم تاني برضه في حلقة قادمة بالتفصيل الدقيق ان علم النجوم هو السبب في بناء الاهرامات الثلاثة، خوف وخفرع ومنقرع كما يسموه، الهرم الاكبر والاوسط والصغير. علم النجوم والكواكب واللي ذكره لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقال فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. طبعا ده كلام يعني ما فيش بعد منه كلام، ان مواقع النجوم ودراسة الفلك والكواكب والحاجات دي هو اسمى انواع العلوم بلا جدال، وان تسبب العلوم دي في نشوء الحضارات القديمة قبل التاريخ او قبل الطوفان، وان هو السبب في بناء الاهرامات الثلاثة لمراقبة النجوم والكواكب ومواقعها. وطبعا لازم علشان ده يحصل لازم تكون المراصد الفلكية دي بتراعي انحراف الضوء اللي هو 1 دقيقة 51 ثانية، وده اللي متوفر فعلا في الهرم الاكبر زي ما بنذكر لكم دلوقتي. هنضرب مثل، مثلا لو اخذنا القطب السماوي على سبيل المثال واردنا ان نرصده عند نقطة تقاطع خط الطول 30 مع خط العرض 30 وتم بناء الهرم كمرصد فلكي عند هذه النقطة، فانه يجب ان نرصده عند النقطة 29 درجة و58 دقيقة و49 ثانية، اي بانحراف مقدار دقيقة و51 ثانية، ودي طبعا انحراف الضوء داخل الغلاف الجوي للارض. دي بقى النقطة اللي تم بناء الهرم الاكبر عندها. يعني ايه الكلام ده للناس اللي ما بتحبش الرياضيات والحسابات والكلام ده؟ ببساطة شديدة لو كان القدماء المصريين بنوا الهرم عند خط عرض 30 كان هيحتاجوا كل ما يرصد نجم او كوكب في خارج الغلاف الجوي للارض كان هيخصم من موقعه دقيقة 51 ثانية اللي هي نسبة انحراف الضوء، يعني أنا ما كنتش هشوف الكوكب ده في مكانه لأن الضوء بينحرف، والضوء طبعا هو اللي بيخلينا نعكس الصورة أو نشوفها. لكن المصريين القدماء من شدة عبقريتهم بنوا الهرم منحرف بدرجة واحد بدقيقة 51 ثانية عن خط 30، يعني أنا لو شفت دلوقتي أي كوكب من خلال الهرم أو نجم في السماء يبقى ده موقعه الطبيعي بالظبط من غير ما أحتاج أخصم أو أزود أو أعمل أي عملية حسابية، ده موقعه الدقيق بالظبط نتيجة لانحراف الضوء على الهرم. نيجي دلوقتي لتامن حاجة، البرديات الفرعونية أكدت إن الهريم اللي موجود في معبد أون واللي بيسموه بن بن كان عبارة عن مصباح كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية. اكتشف العلماء في معبد أون اللي هو معبد عين شمس أو المعبد المقدس في المدينة كان في قمته هريم كانوا بيتسمى بن بن. الهريم ده كان مصنوع من معدن سري يسمى الأوريخال
او الاويكال. كان الهوريم ده بيعكس اشعة الشمس بالنهار، وهو بقى اللي بيشع نور بالليل، يعني زي بطارية بتخزن اشعة كهربائية من اشعة الشمس بالنهار، وكانت بتشع نور على المدينة بالكامل بالليل. اذا اردنا تفسير هذه العبارة بمصطلحاتنا العلمية الحديثة، يجب ان نقول ان هذا الهوريم عبارة عن جهاز كهربائي لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية. يعني من الاخر كان مجموعة من الخلايا الضوئية المصنوعة من الكريستال والياف ومعادن اخرى تقوم بتخزين الطاقة الشمسية بالنهار، وتعكس الأشعة دي أو تضيء هذه الأشعة الساقطة عليها مثل المرآة بالليل. جاء في نصوص أخرى أن هذا المعدن السري الذي كان الهوريم مصنوع منه كان يطلق عليه اسم معدن الإلكتروم، في نصوص أخرى اسم المعدن السام. كما ذكر أن هذا المعدن كان يستخدم أيضا في صقل المرايا العاكسة، استخدمته الملكة حتشبسوت في طلاء قمة المسلات التي شيدتها، واللي هنقول لكم بعد كده في نثبت لكم في فيديوهات قادمة ان المسلات دي مش بتاعتها وهي بس حطت التاتش بتاعها عليه. وقيل ان هذا المعدن كان خليطا من الذهب والفضه والنحاس، وقيل انه معدن سري لا يعرف تركيبه حتى الان. وهنا يجب ان نلاحظ ان كلمه الالكتروم كانت تطلق على هذا المعدن قريبه جدا من كلمه الكترون، وخصوصا ان حرف الميم والنون كانوا بيتبادلوا في اللغات القديمه، يعني ان هذا الهوريم كان مصباحا الكترونيا يعمل بالطاقه الشمسيه او وسيله اخرى نجهلها. نيجي لتاسع حاجه، استخدام المواد الاشعاعيه والجرثوميه لحمايه المقابر للمصريين القدماء. اثبتت الاحداث ان كثير من الاشخاص الذين كانوا في طليعه من دخلوا الى المقابر المسماه بالفرعونيه عند افتتاحها لاول مره، بعد عمليات البحث والتنقيب من العمال والباحثين ظهر عليهم بعد فتره اثار تسمم اشعاعي، منهم من كان يلقى حتفه في الحال دون سبب ظاهر يذكر. الكثير من الباحثين والمستكشفين عن الاثار المصريه القديمه كانوا يعانون من حالات اجهاد متزايد، ومنهم من ظهر عليه حالات حمى وضعف وهزال، ومنهم من اصيب بمرض السرطان وظهر على بعضهم علامات واضحه لخلل في ماده المخ بعد فترات من العمل الطويله داخل المقابر الفرعونيه. كل الامراض دي بتسمى علامات للتسمم الاشعاعي، لانهم تعرضوا للمواد المشعه الموجوده في المومياوات المصريه والادوات الموجوده داخل المقبره، واللي كان الغرض منها تحصين المقبره وحمايتها من النصف. وزي ما قلنا ان العالم الذري الشهير لويس بلجاريني قال سنه 1949 ان قدماء المصريين استخدموا الاشعاعات الذريه لحمايه اماكنهم المقدسه، واضاف انه لا يستبعد ان تكون ارضيه المقابر اتغطت باليورانيوم المشع، وان المقابر نفسها كسيت بصخور مشعه. وده اللي اكده برضه الدكتور سيد كريم عالم المصريات، وقال ان لعنه المصريين القدماء التي نسبتها الى السحر لم تكن في الواقع الا شحن بعض المومياوات باشعه الموت الخضراء القاتله، بالاضافه الى شحن بعض متعلقات المومياوات من ادوات منزليه وادوات زينه ومصاغ وتمائم بنفس هذه الاشعه. وهذا ما دعا سارقي بعض متعلقات توت عنخ امون وسارقي بعض المومياوات الى اعادتها الى اماكنها الاصليه مره اخرى، او التخلص منها للخلاص من هذه اللعنة. العديد والعديد من المؤلفات التي كتبت عن لعنة المصريين القدماء كانت تشير إلى إصابة سارقي المومياوات والمقابر والمعابد الفرعونية بنوع من التسمم الغامض الذين نسبوه وقتها إلى السحر الفرعوني. لم تقتصر طرق تحصين المقابر الفرعونية على المواد الإشعاعية فقط، هناك أنواع وطرق كثيرة منها ما تم الكشف عنه ومنها ما زال مجهولا بالنسبة لنا حتى الآن. هناك أنواع من الجراثيم التي يمكن أن نسميها بالقنابل البيولوجية كانت تنشط وتهاجم المستكشفين او اللصوص عند فتح المقبره لاول مره، وهناك انواع من التماثيل والتمائم كانت توضع داخل المقبره او المعبد وتقوم بمهاجمه كل من يقترب منها، وتسلط عليها انواع من اشعه الليزر الحارقه، او تخرج من فمها او السنتها نار بطريقه ميكانيكيه او اليه، او تنقض عليه وتقتله. بعض المؤرخين العرب القدماء ذكروا هذه الامور. ذكر هؤلاء المؤرخين ان بعض الخلفاء ارسلوا بعثات استكشافيه الى منطقه الاهرامات للتنقيب فيها والعثور على الاثار والكنوز الموجوده بداخلها. بالفعل عثروا على تماثيل مصوره بصوره حيوانات وطيور من الحجاره والذهب والنحاس والاحجار الكريمه. كان بعض هذه التماثيل له عيون من ياقوت احمر كانت تشع ضوءا شديدا كالنار عند الاقتراب من المقبره، ومن المعلوم علميا ان الضوء الاحمر الشديد الذي يخرج من الياقوت الاحمر هو عباره عن شعاع الليزر، لان اسم شعاع الليزر ده ما كانش متداول ايام المؤرخين المسلمين او العرب الاوائل، لذلك اطلقوا عليه ضوء احمر او ضوء شديد مثل النار يخرج من الياقوت الاحمر. فالليزر يتم تولده والحصول عليه حاليا في الاجهزه الحديثه من خلال الياقوت الاحمر. ذكر العالم المقريزي في الخطط نقلا عن ابو محمد عبد الله عبد الرحمن القيسي
أن رجال المأمون لما فتحوا الهرم الأكبر ووصلوا إلى أعلى حجرة فيه اللي هي حجرة الملك، وجدوا بداخلها تابوتا صغيرا فيه صورة آدمي. التابوت كان مصنوع من حجر أخضر كالدهن، وللتابوت غطاء مصنوع من نفس الحجر، خدوه وراحوا بيه للمأمون. فلما فتحوا وجد جسد آدمي محنط وعليه درع من ذهب مزين بالجواهر، وعلى صدره نصل سيف، وعند رأسه حجر من الياقوت الأحمر على شكل بيضة الدجاجة يضيء كلهب النار. أخذ المأمون الحجر اللي من الياقوت الأحمر والدرع والسيف لنفسه، وترك التابوت والجثة والمومياء التي بداخله، وأمر الحراس بإلقائها عند باب دار الملك بمصر. طبعا كلنا عارفين إن المأمون هو أول من قام بفتح الهرم الأكبر من خلال الفتحة الموجودة حاليا، واللي الزوار بيروحوا من خلالها يدخلوا الهرم ويوصلوا لحجرة الملك والملكة. لكن دي طبعا مش الفتحة الرئيسية للهرم الأكبر، لأن الباب الرئيسي مازال مجهولا وسيظل مجهولا فترة من الزمن ولم يتم العثور عليه، لأن في دلائل بتقول إن الباب الرئيسي عند قدمي أبو الهول، وفي ثلاث ممرات كل واحد بيوصل لهرم من الأهرامات الثلاثة المسماه خوف وخفرع ومنقرع. ذكر المسعودي بكتابه مروج الذهب نقلا عن يحيى بن بكير أن رجلا أتى الخليفة عبد العزيز بن مروان وأخبره بوجود كنز في قبة مقبرة من مقابر المصريين القدماء وأنه يعرف طريقه. فأمر الملك عبد العزيز بعض العمال بالذهاب معه إلى الموقع، وهناك حفر حفرة عظيمة في الأرض، فزار لهم ممر مبلط بالرخام والمرمر، في نهايته باب بجواره عمود عليه تمثال لحيوان من الذهب، عيناه مصنوعتان من ياقوت أحمر، أبرقتها وظهر لهما ضوء أحمر شديد بمجرد ظهور رأس التمثال أثناء الحفر. وبداخل المقبرة وجدوا تماثيل وصور من الذهب، وأجربة بمعنى توابيت من الأحجار، عليها أغطية مطبقة أي محكمة الإغلاق. وعندما استدعى عبد العزيز بن مروان لفتح المقبرة، أسرع بعض العمال وتوجه للسلم الموصل إلى باب المقبرة، كان مصنوع من النحاس، وعندما حاول الصعود عليه ووصل إلى الدرجة الرابعة من درجاته تحديدا، ظهر من جانبي السلم سيفان عظيمان عن يمين وشمال الدرجة، قطعه جزلا ثم فتحت درجة السلم فهوى منها إلى حفرة عميقة. ولما استقر الجسم على بعض الدرج قبل أن يهوي في الحفرة، اهتز العمود وصفر التمثال الذي يشبه شكل الديك، صفر صفير عجيب، حرك جناحيه وظهرت من تحته أصوات عجيبة، لأن السلم والديك كما ذكر المسعودي كان يعمل باللوالب والحركات الميكانيكية، أي يعمل بطريقة آلية أوتوماتيكية. أمر عبد العزيز بعد هلاك أكثر من رجل من رجاله بردم المقبرة والانصراف، وقال هذا ردم عجيب، الأمر ممنوع النيل، نعوذ بالله منه. طبعا بعضكم هيقول ايه اللي انت بتحكيه ده اساطير وكلام فارغ، حاجات بنشوفها في الافلام الخيال العلمي. انا عاوز اقول لك ان اللي انت بتشوف افلام الخيال العلمي ده هم عارفين ان هو كان حقيقي في يوم من الايام، وحاليا بيسعوا بكل الطرق لمحاكاه هذه الحاجات الامور اللي انت سمعتها، واللي هم كانوا متاكدين وقروها في الكتب وقروها في الاثار اللي هم لقوها، وعارفين ومتأكدين انها كانت موجودة في يوم من الايام، وبيحاولوا يعملوا لها محاكاة علشان يرجعوا الحضارة دي ويرجعوا كل التكنولوجيا دي مرة تانية. فالحاجات اللي انت بتشوفها في الافلام دي هم ما جابوهاش من دماغهم، هم قروها فعلا في الكتب وقروها في الاثار القديمة، وعارفين انها كانت موجودة في يوم من الايام، وسرقوا بعض منها وبيحاولوا حاليا يعملوا لها محاكاة. وهتشوف في يوم من الايام في اجيالنا او الاجيال القادمة هيكون الحاجات دي موجودة بالفعل، والحاجات دي هتبقى عادية جدا جدا جدا، مش زي ما انتم متخيلين هي اساطير وكلام خيال علمي. ذكر برضو المسعودي في كتابه اخبار الزمان ان التمثال اللي كان بيحرس المقبرة كان عبارة عن ثعبان كبير، كانت عيناه من الياقوت الاحمر الذي يشع ضوءا احمر شديد اللي هو شعاع الليزر، اي حد يقترب من المقبرة كان بيشع عليه. وهذا الثعبان المذكور في الكثير من الروايات التي نقلها المؤرخون كان يقوم بحماية المقابر، وكانوا بيسموه الثعبان المقدس عند المصريين القدماء، وللعلم الفراعنة عبدوه بسبب ما رأوه من المعجزات اللي كان بيعملها هذا الثعبان في حماية الاثار القديمة. كانوا بيعتبرونه حامي التيجان الملكية والتميمة المقدسة، وكانت توضع له نماذج في مقابر الملوك والعظماء والكهنة، وكان يصنع من الذهب الخالص والاحجار الكريمة، وعيناه من الياقوت الاحمر. لم يكن هذا الثعبان الا جهاز لاصدار اشعة الليزر وغيرها من الاشعة السامة او الحرق لحماية المقبرة من اللصوص والمتسللين، والكثير من اللصوص والمنقبين كانوا يقومون بنزع هذه الاحجار الكريمة او المشعة كالياقوت الاحمر من هذه التماثيل ويحتفظون بها لأنفسهم، لذلك لا نجدها الآن في كثير من التماثيل المكتشفة ونجد مكانها فارغ. ويروى بالقصص والأساطير الفرعونية أن المصريين القدماء قدسوا أكثر نوع من الحياة من الحياة المقدسة وجد التي كانت توضع على تاج الملوك واعتبروها حامية له، وجاء بهذه القصص أن هذه الأفعى كانت متأهبة دائما
لتنفس سموها الحارق للفتك بأعداء المملكة، في ذلك إشارة إلى الأشعة الحارقة والسامة والتي كانت في قدرة هذه الكبرى أن تصدرها من عينها أو فمها، بما أودعه كهنة وحكماء وسحرة اللي هم علماء المصريين القدماء فيها من تقنيات علمية وتكنولوجية، ولكن كانوا دائما يوهمون شعبهم بالخرافات والأوهام والدكل، ويوحون إليهم أن كل هذه العجائب التي يشاهدونها ليست إلا نوع من أنواع الحماية الإلهية للملك والكهنة، أو نوع من أنواع السحر الخارق للعادة لتأليه وتقديس هؤلاء الحكام والكهنة، ولم يكونوا يتعرضون لا من قريب أو بعيد إلى محاولات شرح الخدع العلمية والتقنيات التكنولوجية لأجهزتهم العجيبة المبتكرة والمخترعة بأسس علمية في صور تمائم وتماثيل وأدوات سحرية، وذلك ليوهمون الشعب أن السحر والعناية الإلهية هما العامل المباشر وراء كل ما يحدث. وكان في أفعى أخرى اسمها مار سجر، دي كانت موجودة في بيقدسها أهالي طيبة وهي في الأقصر، وكانت موجودة في معابد المدينة. وجدوا أيضا في القصص الفرعونية رواية عن أفعى خالدة كانت بتحرس كتاب السحر الأعظم، وكان لها جلد براق وعينان جاحظتان وهي باردة الملمس، ولكنها تصيب من يلمسها بجرح حارق، أي يصاب بإشعاع حارق في الغالب أو مادة حارقة كالكبريت أو البطاط. وجاء بالأساطير الفرعونية المدونة بالبرديات حكاية من جزيرة تحكمها أفعى كريمة تحدث زلزالا عظيما عندما تحرك جسماء ذو الحرافيش الذهبية البالغ طوله 30 ذراع، وهذه الأفعى قد تكون ميكانيكية بحيث يمكنها إحداث خلخلة في طبقات الأرض بالجزيرة المذكورة عند اقتراب الأعداء منها، فيترتب على ذلك زلزال عظيم يلقي الرعب في نفوس المهاجمين فيدفعهم إلى عدم الاقتراب منها لأنها منطقة كوارث طبيعية. سألت نفسك سؤال في يوم من الأيام وقلت ليه المصريين الفراعنة أو عصر الفراعنة كانوا بيعبدوا التماثيل والقطط والتعابين؟ سألتش نفسك يعني قطة بتجري قدامه إيه اللي كان بيخليه يعبدها؟ تعبان اللي كلنا عارفين إن هو كائن مؤذي محدش بياخد منه خير كله أذى، ليه عبدوه؟ ده لأنهم يا جماعة إن المصريين عبدوا تقريبا 42 معبود أو أكتر كلهم من الحيوانات، وكانوا بيعملوا دايما جسم إنسان ورأس حيوان، ده بسبب إن هم وجدوا في الآثار الأمم اللي قبلهم آثار بتؤكد إن الحيوانات دي كانت عبارة عن تماثيل خارقة، تماثيل خارقة بيصدر منها حاجات بتقتلهم وبتحمي المقابر أو بتحمي الآثار اللي كانت موجودة قبل الفراعنة أو قبل الحضارة البابلية والأشورية. التماثيل دي الناس لأن ما كانش عندهم العلم الكافي زي ما قلت لكم تخيلوا الحاجات دي آلهة بسبب الإمكانيات والقدرات اللي كانت عند التماثيل دي. طبعا هي كانت تماثيل علمية مصنوعة بطريقة علمية وتكنولوجية وكلها حاجات يعني احنا بدأنا نكتشف ونصنع بعض منها حاليا في العصر الحالي، لكن هم بالنسبة لهم طبعا حاجة خارقة فاضطروا يعبدوها. دي كانت نبذة مختصرة عن بعض الاكتشافات وبعض العلوم اللي تركها لينا أجدادنا من الحضارات ما قبل الطوفان أو حضارات ما قبل التاريخ، وهنذكر لكم في الحلقات القادمة بعض المعجزات الأخرى وبعض الاكتشافات، والحلقة القادمة إن شاء الله هنذكر لكم فيديو عن سلاح خارق، سلاح كان موجود في حضارة أطلانتس وما زال موجود حتى هذه اللحظة ومش قادرين إن إحنا نسيطر عليه ولا قادرين إن إحنا نتحكم فيه، ولحد دلوقتي مش عارفين هو بيعمل ايه وبيراقبنا ليه. فيديو قادم مثير جدا استنوه، ما تنسوش تشتركوا في القناة، ويا ريت يا جماعة تعملوا مشاركة علشان يوصل لناس ما بتوصلهاش المعلومات دي وتدل على الخير كفاعله. تنسوش تعملوا اعجاب في الفيديو لان ده بيساعد في محركات البحث. تكتبوا لنا اي تعليق، اللي عنده اي استفسار او سؤال يا ريت يكتبه لنا في التعليقات، ويستنونا الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.